العظيم والذل 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 الدعودة أو القعود فهي الليلة التي تقعد فيها العروس عن الخروج من البيت أو أداء أي عمل من أعمال البيت، ومنذ هذه الليلة تجتمع لديها صديقاتها وأهلها يؤانسونها ويشجعونها ويحللونها. وتحرص النساء والأمهات منذ القديم على اتباع عادات وضع الحلة وفق خطة دقيقة لا يحد عنها خوفا من حدوث ما يسمى الكبسة. يعني ممكن العروسة أو العريس اللي ما بيتم عمل الحلة له ولو يعني براس الإبرة يبوزوا الحلة دي بيفتكروا إنه ممكن تحصل له كبسة، والكبسة أو المشاهرة أو الكبسة اللي بيجي يعمل لها فت مشاهرة بتكون نوع من المرض أو الحاجة من السعادة أو الإنجاب أو حاجات مرتبطة بصحة الاجتماعية أو يعني عدم سعادة كده أو إحساس دائما بأنه في حاجة ناقصة. ويشارك الشباب من الجنسين في مراسم الحلة المختلفة، ولكل منهم آمال وطموح. ولا بد أن يقوم بدفع تكاليف ليلة الحلة ومستلزماتها خال العروس أو من يقوم مقامه إظهارا للمحنة والود والترابط الاجتماعي، كما يساهم أيضا الأهل والأصدقاء. أحمد البكري توفيق العريس مليون جنيه أبشرني يا بنات. وصينية الحلة هو تعبير اصطلح على إطلاقه على مجموعة الأواني التي تحوي عجينة الحلة والمواد الأخرى الضرورية لصنعها وتجهيزها أو الفأل بها، ولكل جزء من مكونات الصينية دلالة ومعنى واستعمال خاص مناسبا. النساء عموما على الزينة فطرة وطبع، ومن ذلك فإن سلاح المرأة هو جمالها وهو الذي يعطيها المكانة في قلب الرجل. فإذا كانت الزينة واجبة للمرأة عموما فإن تزين المرأة لزوجها أوجب وأولى. قالت عائشة رضي الله عنها لإحداهن: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعهما أحسن مما هما ففعلي. وهكذا فالمرأة مأمورة بالزينة لزوجها، والحلة هي الوسيلة الأولى للمرأة السودانية.
وتتفق كثير من الحنانات في بدايتهن الأولى لعملية احتراف مهنة الحنة. فحواء محمد عمر قد بدأت الرسم منذ أن كانت في المدرسة الابتدائية، كان والدها نحاتا وتشكيليا، وهي تعمل الآن في مركز متخصص للحنة. بينما بدأت سوات سليمان احتراف الحنة منذ المدرسة المتوسطة برسم الطبيعة، حتى وصلت أخيرا للمشاركة الدولية باسم السودان. ولتجهيز عجينة الحناء يتم إضافة بعض الماء إلى مسحوق الحناء وتعجن، ثم تترك لتخمر لمدة تقارب الساعة. ولزيادة فعالية عجينة الحناء على الجسم يتم مسح بعض السوائل العطرية مثل المحلبية أو السرتية. وبعد جفاف طبقة الحناء على الجلد بعد مرور ساعات عدة يتم إزالتها، ثم مسح الموضع بمادة النشابر المحلول بالماء أو بقليل من الليمون مع الزيت. من ثم يتم تكرار الحنة مرتين أو أكثر طلبا للون الأسود، فيما يسمى بعملية تطبيق وضع الحنة أغاني صديقات وأهل العريس أو العروس. حتى تقوم بوضع الحنة لولدها العريس. أم العريس بسهل، يعني ما حاجة سهلة بالنسبة لذلك اليوم. كل أم ولدت ولد بمجرد ما وضعت الولد ده بتتمنى اللحظة دي، بتتمنى هي تجيب إلى أن تحنينه وإلى أن تجرته، لأنه فخر ليها، تعبت وقاست وشقت وصلت لهذا اليوم ده، ما بالسهولة تصل له الأم. في عدم وجود الأم، يعني أنا حاجة عايشتها وشفتها، بتقوم الخالة أو العمة أو أقرب الأقربين له، وكلها فخر وإعزاز لو ما زادت في تغييم هذا اليوم لا تنقص فيه شيء. وتأخذ الحنة السودانية أشكالا شتى، فقد تحدد المرأة كفيها وقدميها وهو الخضاب، وقد تقمع أطراف الأصابع وهو التقميع أو التطريف، وقد تنقش الحنة نقشا أو ترسم. الحنة السودانية تظل واحدة من أهم العناصر الثقافية، بل من أهم معالم التراث والعرف الاجتماعي السوداني والوحدة الوطنية، ويظل الاهتمام بها واجبا على الرجال والنساء على السواء.